شوية ملح وشربة ماي، شوية ملح وشربة ماي، شوية ملح وشربة ماي، وحي على الكرم حي، حي على الكرم حي، وحي على الكرم حي. الله أكبر. هذا الحرب على الحر، هذا حرب الحريات، هذا المشوار إكبار. نحن بنتفهم انه بعد 22 يوم الاضراب عن الطعام انه الاهالي وصلوا لدرجه خوف وقلق على ابنائهم، وهذا انسانيا مفهوم خاصه من منظمه انسانيه. بحب اكد للناس واطمن الناس انه نحن عم نزور، نحن من اليوم العاشر الاضراب عن الطعام بدينا زيارات، لزيارات مستمره، عم نتواصل مع كل مره مضرب بده يوصل لاهله سلامات، عم نوصل هاي السلامات. ففي عمل متواصل للجنة الدولية. صحيح إنه نحن ما بنحكي كل مرة بنقوم بزيارة، بس أصدرنا في الأيام الأخيرة عدة بيانات على الزيارات، وأصدرنا بيان أساسي على حق الأهالي في الزيارات. هو الكرامة والبطولة والشهامة، احتلال هو الويل، والصراحة بالدم. نحن الآن نلتفت كشعب فلسطيني إلى الفبركات. نحن 70 سنة بدأنا نحن كعائلات وكأمهات، قلقنا على حياة أبنائنا. اليوم مظبوط دخل الإضراب في مرحلة حساسة، هذا الاعتصام اليوم موجه للصليب الأحمر، لأن المطلب الثاني من مطالب الأسرى هو موجه ضد الصليب، لأن الصليب من أوقف الزيارة الثانية لعائلات الأسرى. وبالتالي إذا استجاب الصليب عبر ضغوط شعبية واعتصامات شعبية بإرجاع الزيارة الثانية، فهذا يعني إنجاز جزء كبير من المطالب الأساسية التي يطالب بها الأسرى. السؤال هو موجه للقيادة السياسية، كيف يمكن للقيادة السياسية أن تدعم الإضراب سياسيا بوقف تنسيق أمني أولا، بالإحالة للمحكمة الجنائية ثانيا، وبالرد على كل الأكاذيب التي يحاول الاحتلال أن يفعلها. في اليوم 22 لمعركة الحرية والكرامة، معركة الشعب الفلسطيني، وهذه الحرب على الأسود. Hayır, sağır.